السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد على قناتنا معلومة كل يوم. يوم 11 من سبتمبر من سنة 2021، في فيديو من نوع خاص بعد أن أكملنا 1200 فيديو على قناتنا منذ إنشائها. تفضلوا معنا لنتعرف على إحصائيات القناة، أرباحها، مشاهداتها وجمهورها وإلى غير ذلك. نذهب إلى منصة جوجل كروم، ثم ندخل على إحصائيات اليوتيوب. ننتظر قليلا ثم نذهب إلى تابلوت بور. ذهبنا إلى التابلوت بور نرى المعلومات بصيغة مختصرة: 13342 مشترك بزيادة قدرها 211 في آخر 28 يوم، المشاهدات، وقت المشاهدة، وكذلك الأرباح كما ترى هنا. الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 48 ساعة، وهذا آخر فيديو تم تحميله منذ قرابة ساعة. عدد الفيديوهات كما قلنا وصل إلى 1200 فيديو كامل على القناة، مفعل للربح كلها كما نرى أمامنا. نذهب إلى الإحصائيات. الإحصائيات كما نرى أمامنا هنا، الإحصائيات التي تخص آخر 28 يوم: 13342 مشترك، 3241 مشاهدة في آخر 48 ساعة، وهذه هي الفيديوهات التي جلبت أكثر عدد من المشاهدة ووقت المشاهدة في آخر 28 يوم. نذهب إلى تغطية الجمهور. التغطية أي من رأى الصورة المصغرة لقناتنا لكل فيديو من قناتنا، هم 365 ألف مشاهد. من ضغطوا على هذه الفيديوهات ورأوها هم فقط 10.9%، وهذا مؤشر جيد جدا. فبالنظر إلى قنوات ممتازة وقنوات عالمية، نجد أن هذا التود كليكس لا يتعدى 6%. المشاهدات كما قلنا 48,000.3 في آخر 28 يوم. سبيكتاتور إنيك أي المشاهد الحر الوحيد، أي الذي يدخل يرى القناة ويذهب بدون اشتراك بدون كذا، هما 39,000.8 في آخر 28 يوم. إحصائيات أخرى للترافيك، مثلا الترافيك من أين يأتي؟ يأتي غالبا من البحث على جوجل بنسبة 32%، من بارتاج روابط فيديوهاتنا على ميسنجر فيسبوك 1.3%، على منصة فيسبوك 0.9%، على الواتساب 0.7%، إلى غير ذلك من الوسائط التي يتم بارتاج فيديوهاتنا فيها. نذهب إلى الانجاجمنت. الانجاجمنت فيها وقت المشاهدة يصل إلى 953 ساعة في آخر 28 يوم. دوري مويان دو فيزيوناج صعد حيث كان لا يمثل سوى دقيقة و3 ثواني، الآن أصبح دقيقة و11 ثانية. هناك أيضا تحسن كبير في نسبة مشاهدة الفيديو إلى آخره. فلدينا هنا فيديو تفسير رؤية بائع السمك في المنام، وصل إلى حوالي 98% لكل من شاهده إلى تقريبا الآخر. يمكن أن نقول حتى تسع فيديوهات التي هي الأولى هنا، المشاهد شاهد حوالي ثلاثة أرباع الفيديو كله. هنا الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 28 يوم بحسب ساعات المشاهدة. وهنا نصل إلى البوست. البوست أي المنشورات التي ننشرها في قسم الكوميونيتي
والتفاعلات عليها لجام ولكومنتار. لنذهب إلى الجمهور. الجمهور كالعادة كما قلنا المشتركين هو يصل إلى منذ تم تفعيل الربح على القناة، والمشتركين يتعدوا دائما 200 مشترك في الشهر. مكان تواجد مشتركينا ومشاهدي قناتنا أغلبيتهم من الجزائر بنسبة 35%، تليها العراق بنسبة 14%، وبعدها السعودية بنسبة 11%، مصر ب 8.5%، والمغرب ب 7.1%. إذا جميعها دول عربية، سواء من الجوار أو شمال إفريقيا أو كذلك الشرق الأوسط. هنا إحصائية مفارقة في قناتنا، وهو المشاهدات تقريبا تأتي بنسبة 99.7% من غير المشتركين. المشتركون لا يمثلون سوى 0.3%. الرجال هم أكثر بثلاثة أرباع النساء. والشرائح العمرية التي ترى قناتنا بكثرة هي شريحة من 18 سنة وحتى 44 سنة. نذهب إلى تفعيل الربح. الريفينيو كما نراه هي في آخر 28 يوم وصلت إلى 11.06 أورو، والآر بي إم يمثل 0.24. طبعا هو في صعود ونزول، لا يمكن أن يحكم قيمة ما. بالنظر إلى الأشهر الفائتة نرى أن هناك تطور شبه طردي مع مرور الشهور، أي في أبريل 10 أورو، في ماي 11 أورو، بعدها 12 أورو، وبعدها في جويليا 12.77 أورو، في أوت في شهر أوت هناك تناقص ضئيل إلى 12.57 أورو، وبعدها في شهر سبتمبر هناك تناقص كبير نرجو أن نعوضه في قادم الأيام حتى نصل إلى فوق 12.5 أورو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى أن نلتقي في فيديو آخر من هذا النوع بعد 150 فيديو. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.